هذا الزلمة بيمثل صوت الصارخ للحقيقه، خلاص ما في شيء ادعاء، ما في شيء كذب، الامور مثل ما هي، الامور واضحه. يعني انه هلا كثير مجتهد الاكلات خير، انا طلع من بلع الشاورما والبيتزا تطلع من بلع اخي ما عاد فيني. انا كنت لما كنت انا صغير كنت سميها الخالي شاكيرا. رايبه خيو سمى البلوتوث تبعه طايش بس عايش، وهي اسا كانت الجمله اسا كثير طازه، ما عاد بدي شيء بسوكولا، انا بدي هندبي. أنا لا خلي طعمه لسان تحت براسي وانا طلع له شو يعني. هاي الرقصه كمان مشهوره بمناطقنا الى ما اسماء مختلفه، رقصه البنات او رقصه الهوانم او رقصه الستات. ابو المرار اكبر تحيه لابو الزوز، اهلين ابو المرار، نورت البودكاست ونورت الانترنت والشبكه العنكبوتيه وكل شيء. حبيبي ابو الزوز منوره فيك، كيفك اليوم؟ حطوا دون الدستر كله تمام والله معلم، حاس اليوم هيك شوي بلشت ترجع لي طاقتي. امبارح حسيت بالبودكاست اخي انه كثير هيك كانت طاقتي جدا واطيه انا، بس يعني من ورا المرضى اللي اكلتها، بس اليوم حاس حالي احسن منيح. كنت اخر حلقه على الباور سيفنج مود، عن جد باور سيفنج مود اخي. شفت الموبايل لما تطمبر بطاريته من فوق هيك ويطايج؟ ايه هيك انا بطاريتك، كانت تدخل بطاريتك امبارح، كان داخل بطاريتي معلم. طولت شوي اليوم بالاعدادات حتى ضبط الكاميرا، حسيت الكاميرا المره الماضي كانت عم تعمل مشاكل، فقلت اليوم هيك مشان استزل القصص. يعني حاطط على الموبايل ولا على كاميرا اللابتوب؟ لا على الموبايل. على الموبايل اوكي، جميل جدا. اهلا وسهلا فيكم بالتغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية. هذا صار البودكاست عن جد هيك قلب سياسي اخي. الحلقة الماضية عن جد يعني هلا بريكنج نيوز كذا، بنقعد نحكي على ردود الافعال وما ردود الافعال كذا. تماما. بس لا نحن وعدناهم لكل متابعينا انه نحن دائما محتوانا جديد وغير متوقع. غير متوقع. بالنسبة لنا كمان. يعني مو بالنسبة لهم نحن. يعني قديش انتم متفاجئين؟ نحن متفاجئين أكثر. متفاجئين أكثر. نحن المتفاجئين. إنه شو محتوانا نحن هيك أخي. نحن شو. بس إيه فخلص يعني إذا كنتم مفكرين إنه إحنا سحبناها مرة الماضي حكي عن الانتخابات الأمريكية وشو صار مع دونالد ترامب وواص وكذا وكذا، إنه هذا كتير موضوع حساس بالنسبة لنا، إحنا متأجرنا. اليوم الموضوع ممكن يكون تماما مختلف. اول شيء نشوف عنوان الحلقه. طبعا هي اليوم خيو اليوم يعني هي العنوان الحلقه طلع خمس دقائق قبل ما اورك قبل ما أبلش. شغل ساعته يعني، شغل ساعته حرفيا يعني. Where did you stay up؟ لا فوراً جبتها لانه هذا يعني Where did you stay up late night dog girl. لا وهالمره dog girl يا زلمه هالمرة بذلت صفر جهد بالترجمة، جبت الكلمة وزتيتها بالجوجل ترانزليت وخلاص. خليه أصلا هذا أصلا مرار ما عم يفهم يعني، ما مرت الماضي لا أعرف لا يا بنية كنت صغيرة أدري شو، فخلص يعني سلخ ياها من الآخر مع هذا الفيديو اللجندري أخي. أخي هذا الفيديو إذا نحطه كل حلقة ليك هزت خسر أخي، ليك هزت خسر كمان. ليجند ديري، ليجند فاكن ديري ليك. أنت ساري عم ترقص مع سارية، عم شلون يعني هذا هذا أول ديك الفترة صور أوائل الألفينات أو آخر التسعينات، كان كل أنواع الإديتينج وال يعني هذول المكساج يسموه للفيديو، كل التقنيات نزل جديد بدون يحطوها كلها بالفيديو. عن جد شيء يغيروا الوان، شيء يفوتوا المغني يفوتوا ببعضه ويطلع شيء، يصير يغيروا الكونتراست يصير ابيض واسود وكله فيديو واحد. ايه والافكت سموت الباوربوينت هذا هيك انه الشاشه بتروح وترجع تجي من فوق الباوربوينت. مين بيمثل المثال الاجمل بهذا الموضوع؟ في غنية ما انسى، غنية لراغب علامي مع هذول مع الماوس هذول الفيران، بس انت قول انا ما كنت انساها. ايه مين اكثر شيء ممثله؟ هذا موضوع كثير مهم ابو زوز، انا كان بدي احكي لك عنه، موضوع الفنان اللي ما حدا عاطيه حقه ولازم هو
واللي هو عايش بهذا يعني نحن عايشين بعالمه واحنا ما مستاهل نعيش نحن ويا نفس الكره الارضيه اللي هو هشام عباس. كانوا يفكن اجنولج انه هشام عباس هو الاسطوره، هو البطل، هو المين كاركتر لكوكب الارض. كوكب الارض هو المين كاركتر. اخي نحن ضيوف بعالم هشام عباس. معلش تحط لنا على اليوتيوب هشام عباس وفي له بلاي ليست لاجمل اغاني، وشوف هالاغاني اذا doesn't strike a chord عند كل شيء ولدان بالتسعينات. يعني شو تذكر انت اغاني طفولتك، كل الاغاني اللي انت بتغنيها بطفولي وسمعانها بطفولي وبطبع لي اغاني كلها تبع الروضة سنة صف اول صف ثاني كذا، كل اغاني يعني شو اسمه مره ثانيه مين هشام عباس. انا للاسف الشديد كيبورد اخي ما عليه عربي، فالكتابه بالعربي مو بالانجليزي طويل. لا لحظه شوي، هشام عباس قديم فينو هاي اول غبي. بتعرف انت ما بتعرف اسمه، يعني انت نسيان اسمه المطرب مين هو، وعم تردد غنيت فينو. شوف مثلا هاي غنيت فينو حبيبي فينو حبيبي زايف في العينات فين اللي قلبي معاه. هاي فخامة الغنية خيو. انا صار كثير عم خاف اشغل لانه بالاديتنج كثير عم بتعذب خيو. الكوبي رايت سلكونا، كوبي رايت سلكونا تمام. لا بتصور ما في كوبي رايت عائله لهذا الزلمه. حطنا حبيبي لك هاي حبيبي نفسه رجع لنا عليها. انا اللي بدي اورجيك اياه لهذا الفيديو نفس الغنيه انت حاط لها، بصيروا بالهند اول شيء مدون بيكونوا ايه تدمر او شيء ما بعرف ايه بيكونوا على الاغلب صاحب انت هون اجواء اورينتال يعني شلون شرق اوسط يعني. روح بي على اخر نص الفيديو لا استاذهم بالون هيك استاذهم لا وين هذا بيروحوا فيها الهند معك انا بعرفه بس انت ليك الفيديو ده شو استعراضي يعني انت بغض النظر عن هذا فينو هاي نفس الغنية عمل بيك ملك مل واكمل ويقولوا انسى لا مستحيل. هذا اغاني مثل اغاني نانسي عجرم يعني انت ما نكسم عنه من شي 10 سنين بس حافظهم تماما تماما. حط لنا تجي قصادي الله يهدي البهد. لا لا مو هذه. شو كانت هاي الغنية تبعيته؟ في واحدة بيروح على الهند مظبوط. أنا بعرفها. كثير مشهورة هي. أنا أعمل إيه؟ إيه ناري ناري أخي ناري نارين. هي اسمه ناري نارين. فك. ناري ناري. ناري ناري. معقول إنه هي ال. انه كلمه لانه شو نار انه النار ولا هي كلمه هنديه اخي. لا لا كلمه عربيه انه هو نارو نارين بس بقول ناري ناري مو والله ما بعرف. انيويز اخي بشوف مثلا شوف وقف وقف الغني شوي هات لشوف لك شو تصيري. هذا الزلمي بده يورجيك انه هاي الغنيه لها علاقه بالهند أيوة. صح ولا لا؟ صح. فما بيعطيك اياها هي تبع البوليتيكلي كوركت انه هو شفت هلا الفيديوهات اللي بتصير هلا او اي شيء له علاقه بالثقافه هلا انه ما بده يورجوك اياها انه ستيريوتايب يعني ما يورجيك ستيريوتايب ما بده يورجيك ستيريوتايب ايه. 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 شوف اخي هذا الفيديو بدك شيء من الستيريوتايب اخي؟ ايه. رقص في حجره تاج محل لا ترد في لي في النظره خدني اجمل كلام بعيونه انا يعني عم بيقول لك انا مطيزي انا شام انا مالي طلع 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 شوف شوف وعم يرقص مع قلبي وهاي اصلا اسم المقطع اللي بتغني فيه البنت انا هو انا جاي بدي احط عليه ما هو كان في بالي وخيالي طلع المنظر حبيبي ده سلمته قلبي قبل ما اكلمه حبيبي ده ما هو كان في بالي وخيالي بس مو حبيبي ده في ناس
جيت البد بمعبد هندوسة هيك كده قدام تاج محل وناري ناري يعني انه اخي شو بدك هند خود هند خود بدك بدك اوفر دوز اوفر دوز طلعت ريحه الكمون من اكثر ما هند اخي هذا الزلمه بيمثل يعني الصوت الصارخ للحقيقه خلاص ما في شيء ادعاء ما في شيء كذب الامور مثل ما هي الامور واضحه لسه في له كمان غنيه ثاني كل اغاني مشهوره اغاني يعني مشهوره اغاني جدا هي هي ناري ناري كثير حلوه يعني يعني كثير تعبانين بالفيديو وكذا يعني كثير اخي يعني اخي ما بعرف مش تك الطياره على الهند وكذا بس غنية جد حلوه يعني جدا حلوه اخي تعال سمعك هاي الغنية هات نشوف هاي الغنية جدا مهمه لانه يعني كل حياتنا الطفولي كانت مبنيه على على اساس هاي الغنيه يا اخي شوف مثلا هاي الغنيه اللي اذا ما كنت تغنيها انت بتوصل كل الوقت وانت ليك الان ما يلي اختفت في ظروف غامضه بنت المليونير الشهير سعيد بيك الماظ هذا وقد رصدت سيادته مكافاه مليون دولار مشمشي لمن يعثر عليها مليون دولار مشمشي شو هذا اخي يعني انت شوف ال شو اسمه الفيديو كليبات اللي بيعملها كلها كثير مبالغ فيها يعني كثير مبالغه يعني طلع مثلا هذا الفيديو انت ما عم تفهم انه هذا الفيديو هو عباره عن شو, شو هو الثيم تبع هذا الفيديو هلا شوف مثلا لابسين ثياب مثل الثياب اللي كانوا يمثلوا فيها المافيا الايطاليه بامريكا بالمسلسلات كانت مشهورة في تلك الفترة بنات مدرسي مثلا وين هني هني بإيطاليا ولا هني بإنجلترا يا ويلا في الرابع تذكرني معلوم اخي إله كمان يا ولاد طلع المكان فيه مهرجين بقى والامور هيك طايحه الامور شو صاير شو صاير عن جد وانت بتنسى القصه يعني القصه اللي بلش فيها فيديو اللقطه وين وقفت اللقطه القصه اللي بلش فيها فيديو في وحده ضايعه بدر مخطوفه انت نسيتها انت شو صار فيها لانه شتتوك يعني شو انت يعني ضيعوك انت بالمشاهد وعالم ترقص وشيء ايطاليا وشيء لندن وشيء عرف شنو علي مصر اوكي عيني هذا مش قديم تذكر كنا غنيه احنا وصغار غني بس صراحه بعترف لك انه انا ما متذكر الكلمات يعني اللحن كثير مألوف انا متذكر كنا نغني عيني عيني فاتت بحصة بعيني أنا هيك كنا نغني احنا صغار يعني كنا غير كلمات بس انت شوف والشوق لك قايل سهر ليالي والفيديو هيك عشوائي تماما بس انت يعني اذا بتفكر فيها الفيديو كتير اي كاتشينج يعني انترتينمنت بيور فكن انترتينمنت انت عم تشوف الشخص غني ورقص وشو اسمه ألوان يعني أنت إذا حدا جاي عم يتفرج على هيك شيء بينبسط يعني بغض النظر واللحن حلو والبيت كتير حلو وأغاني كلها هيك يعني هذا الزلمة كتير أندر ريدد أخي وصوته حلو في له يعني مقاطع جديدة عم بيغني أغاني مثلاً طربية أو شيء صوت ما كان يعني ما بعرف ليش لاحقين عمر دياب إحنا كلنا العمر يعني يعني هذا الزلمي اخي بيستاهل على اي بيستاهل اكثر بكثير مما هو حاليا بياخذ من شهرين انا بس حبيت نزل هذا الحمل عن قلبي لانه انا حاسك خيو قديشك باشنت عن مهموم انا كنت مهموم لانه هشام عباس مو اخذ وقتي شاوت اوت لهشام عباس اذا كان عم يتابعنا هو اكيد ما عم يتابعنا شاوت اوت انا بدي اوريك هي الغنيه انا كان قالوا لي هي اهلي هي الغنيه انه انا كانوا لما كنا قاعدين بلبنان
كأنه تلفزيون سوني 10 بوصة هيك الأدو حرفيا الأدو. فتقول لي أمي قالت لي إنه أنت مثلا تكون عم تلعب وكذا بس تطلع الغنية يعني كل شيء في أتنشن عندك يا على الغنية. قد ايه كاميرا كوتا؟ انا ضليت لحتى الصف اول يعني ما بعرف بالضبط يعني لحتى يعني اكيد كنت اقل من 6 بين 1 وال 6 يعني ايه بين 1 و 5. انا كان يصير معي نفس الشيء على اغاني شاكيرا. امي كانت تحكي لي هذا الشيء يا ويلا قول لي اعمل ايه حبيبي. هذا راغب علامي كيفك فيها أنت في إيران أو في غني؟ ليك في يا قل لي أعمل إيه سحرني الليل عيونك وأنت أنت تميل يا غالي مظبوط 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 أنت مظبوط كل شيء عم تحكي مظبوط يعني يعني إيه هاي الغنية وفيها فيها فيها إيران مظبوط بس كيف يا راغب علامي يعني هذا هذول الفيران يعني هذا ال CGI هذا الجرافيكس أخي حرفيا انا بقدر اعمله يعني يمكن يعني انه اعطيني نهار بعمل لك اياه يعني فريق برودكشن كامل اللي عملوا اربع فيران يتحركوا نفس الحركه جدني عامل كوبي بيست يا غالي وانت ترضى بايه مغلق تناديك حايل في نهار وليل يا ولد غني محلا ويلا اخي هذا نحن هلا بنستخدم او يعني اقوى واحد بعمل الالعاب هو الانجن شو اسمه ايبك انجن لا فك انريل انجن 5 هني كان مستخدمه الانريل انجن ناقص كانوا انريل هني بس يعني انت بدنا نفهم انه هو كان في انجن ما في أجل كان بس أنا أنريل لأنه هو عم بغني للمخلوقة وهي مصوتة واضحة عم ترقص يعني لازم خلع الفيران شو يعني فيران كثير منظر طفولي يعني بالفيديو بس فعلا آي كاتشينج. أنا أمي كانت إلي لما تطلع غنية شاكيرا تبعيد whenever whenever أنا كنت لما كنت أنا صغير كنت سميها الخالي شاكيرا حاجة شكل فكانت لما تطلع على التلفزيون أنا أقول لهم الخالي كنت يا دور كنت أين ثلاثي قول الخالي وقعد هيك بس اتفرج على شكل الفيديو تبع whenever whatever يعني معروف تذكروا لما بتكون بالبراكين بعدين بتمشي هيك بالوحل بالعرس الجبل اي وحصان وفي حصان وتجي يعني الفيديو كان صادم يعني انا بس وهيك وهي مثلا لابسه كله جلد هيك وهي ما انا صاروخ ارض جو يعني وهي انه كان شاكيرا انهير توبس وقتها يعني كانت بدايه الالفينات كانت شاكيرا خلص اكل العالم يعني كانت العالم تسمى البلوتوث تبع شاكيرا كانت شو اسمك على البلوتوث شاكيرا تذكر هذه الايام جد قصة الواحد شو يسمي البلوتوث تبعه يعني كان فيها كثير فن هاي القصه مره رايب خيو سمى البلوتوث تبعه طايش بس عايش وهي قصة كانت الجمله قصة كثير طازه يعني على السوق وانا شو كنت غيران انه هو سبقني عايل القصه يا طايش بس عايش لا كانوا سموا مثلا اسماء انه انه هيك مثلا يعني ما تبين او شيء هيك يعرف شنو يعني كان اسمك على البلوتوث كثير كان يعبر عن شخصيتك يعني مثل بعدين صارت الحاله تبعت الواتساب ذكر اول ما نزلت الواتساب كان دائما لازم يكون في عندك حالي يعني غنية حزينه ومطبقه انمي هيك او كرتون او مسلسل تركي ايه لا مو غير او قبل انت تحكي قبل ايه. قبل ما يكون في يعني الفيديو كان انت تحط انه هلا فهمت عليك جملي. صح جملي صح تحط جملي انه تعبر عن حالتك بهاي اللحظه او بهذه الفتره عارف كيف اول ما نزل الواتساب احنا بنظن حكينا بحلقه مره الماضيه على صراع الواتساب والفايبر ايه حكينا حلقه ماضيه ايه فبهذيك الفتره يعني اول ما خلص
سيطر الواتساب طرق رصاصين براسه للفايبر مريت هاي الفتره تبع انه انت بدك تحط اجباري دائما حالي على الواتساب بتعبر طبعا شخصيتك هذه بعد صح. اسمك على البلوتيس انا لسه عم لاحظ انه انا ليش كنستي معنا مجعلكي ولا شوي بس هذا دليل انه نظيفي لسه طالع الغسيل ركز على الاجابات بالضبط بهم خيو لما رحت على قطر امي جابت لي الكاميرا اللي صورتنا فيها نحن اولاد صغار هاي كاميرا كاميرا ديجيتال كاميرا فيلم شو نوعها شو نوعها كانون كانون يا ويله يا ويله اخي تعمل له هيك صور صور واحد لازم تسلمي يا ويله شفت الفلاش طلع يا ويله شفت الفلاش يا متابعينا شفت الفلاش يا ويله اخي انا بروما اخي تفونست انحرق عنده شيء مخروطين ثلاثه اخي شو مبسوط فيها الكاميرا كثير حلوه وصورت فيها هنيك صورت فيها بقطر واجيت لما هوني خلصت الفيلم وحمضته بيطلعوا الصور كانهم بالتسعينات او بالاول 2000 عرف شلون إيه. كثير كثير حلو و يا ويلا بيطلعوا هيك صور ريترو يعني تماما فكل حال انت ما معك كثير ما معك غير 36 صوره فما معك تصور كثير فالصوره بتحس انه لها قيمه اكثر صار يعني وبتصور بتستنى ليخلص الفيلم لتحمضوا ليطلعوا لتشوف الصور فغير شكل كثير مبسوط فيها يا ويلا وحمضت الصور وطلعتهم انا كنت خايف انه تكون منزوعه لانه ما حدا استخدمها اخر شيء 7 سنين يعني يا ويلا وبتطلع الصوره هلا يعني كبيري ولا صغيري هلا بيطلع انا بيبعثوا لي اياها ديجيتال يعني على بس ببينوا هني كانوا صور فينا حمضهم يعني فيني طلعوا صور عاديه سهل تلاقي محلات تحمض صور تحمض افلام في واحد جنب بيتنا ما انه سهل لا والله منيح يا زلمه انه لسه في هيك محلات هذول كاميرات الكانون والكوداك والسوني قدام كثير تحفي اي والله تحفي وهلا طار شيء قصه الفيلم فوتوغرافي يعني التصوير بال يعني كثير صار كل العالم عنده كاميرات حديثه وصوره كثير دقيقه وكذا والعالم هلا صار عم ترجع يعني عم ترجع على الفينتج يعني عرفت شلون انه تماما انه 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 شيء مميز اكثر هلا صح ايه كثير لانه حتى صور الموبايلات صايره كثير حلوه يعني انه مثل صوره الكاميرا صوره الكاميرا الاحترافيه فرح تتميز عم هيك العالم عم تعمل عم تستخدم الفيلم يعني اللي كانوا يستخدموه من زمان بس قلتك يعني العالم الصغار بالعمر اللي ما مرق عليهم هذا النوع من الكاميرات او هذا النوع من الصور بيحسوا بنفس الاحساس اللي احنا بنحسه لما نصور بهاي الكاميرا انه احنا بالنسبه لنا هي صوره مغبشه بالاخير بس بالنسبه لنا انه انت تعطيك شعور التسعينات والالفينات تحس حالك بالتسعينات وبالالفينات مع انك انت مو يعني الحياه ما كانت مغبشه بالتسعينات والالفينات هي الكاميرات كانت بس تعطي هاي الصور يعني صح فنحن بس رابطين الموضوع بالكاميرات اللي كانت بهذاك الوقت فنحن بتعطينا احساس نحن هيك كنا نشوف الصور فهيك كانت مناظرنا بالالفينات عارف شو الناس اللي مثلا اللي ولدوا بالالفين وما بعرف 7 8 هو كمان بالنسبه لنا نوستالجيك يعني اي ف والله سؤال كويس انه اذا هلا الجيل الحالي يعني انه اذا شاف صور من كاميرا انه بحس انه بتعجبه او بحس نوستالجيك مثلنا ولا لا ما بتوقع ما بعرف رفقاتي اللي بيصوروا فيلم اكبر مني يعني بالعمر ايه بتعطي هذا الشعور فعلا هيك بالنوستالجيا انا شركه كوداك يا زلمه راحت بس اي والله بس انا حابب احكي شوي عن الريليشنشيب اللي معي اياها مع اللوبي البلديه مع اللوبي البلديه اكله اللوبي البلديه اللوبي البلديه الله تفضل خيو يعني انت اكل اللوبي البلديه طبعا اخي تمام فهي اللوبي البلديه انا ما بعرف ما عم لاقي منها هون يعني او يعني ما كثير دورت بس ما شفت من يعني ما شفت منها هون بس انا عندي هيك يعني ذكريات كثير حلوه انه امي تروح على الارض مثلا او تروح على هذا او خالتي تبعت لنا من الضيعه لوبي بلديه
وامي قاعده متقصقصه هيك طق 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 شفتها صوت قصص اللوبي وتسلم تطلع انا صوت كثير وهي صوت اللوبي هلا نفسها هي اللوبي العائلي نفس اللوبي البلدي ولا غيره الرفيعه شو رفيعه يعني هيك لوبي يعني هي بتوجه هالقد ورفيعه وحبه الحبه جواتها بتكون صغيره تكون صغيره صح إيه هاي هاي البلديه هاي البلديه اللوبي العائلي شو شوفي عائلي اخي ما بعرف انا اول مره بسمع بهذا الشيء ما سمعنا مصطلح اللوبي العائلي بس هو يعني بحمص بسموه شيء والضيعه بسموه شيء فما بعرف اي وحده يعني انا امي تسميها اللوبي عائلي بس هي في انه في نوع ثاني من اللوبي مو يعني مشاكسي ما بعرف النوع الثاني ما ما بسموه عائلي اللوبي عكروتي هلا هي بس على فكره هي مشهوره بلبنان اكثر من عندنا كثير بسوريا اللبنانيين بالمطاعم بينزلوها ضمن شو اسمه ضمن المقبلات شو هالحكي ايه يعني انت بتروح لبنان بتنزل شكيره مقبلات غير الحمص والمتبل والمسبح والقصص هذول اللي بينزلوا بسوريا بشكل طبيعي يعني والمحمره وهالقصص بينزلوا لك صحن لوبي اي وخيال علمي يعني كثير طيب اخي طيب اللوبي مع الليمون هيك وكذا فانا مو بدي كنت يعني امي جاي على قطر نلتقى هناك قلت لها امي صراحه اهم شيء بالنسبه لي تجيبي لي معي اكله لوبي يا ويلا شلون عن جد يعني ما بدي شيء مو اكله انت صار زي مو اكله كثير ما اخي بس يعني 5 سنين اللي كثير مو اكله حتى لما نزلت على سوريا ما اكلت منها ما بتذكرني اكلتها بسوريا لا وقت ما كان موسمها يمكن او شيء او ما كانت ما كانت امي مفرزي بغض النظر خيو قلت لأمي بس جيبي لي انا مشتهي اكله لوبي بلدي جدا 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 فاجت امي وجابت معي اكله لوبي اول اكله اكلناها شالتهم كانوا مثلجين داب الثلج سلقيتهم حطيت لهم ثوم وزيت وملح وهذا السماق وسماق ويعني لحظه حمص ثانيه اخي فاضريقي فاضريقي ولحظه امي سلقتهم يعني تماما يعني بالكميه تماما المثاليه يعني شلون بحس انه ضل فيهم هيك قرش هيك شلون هاي سلقتهم الدنتي بالايطالي معلم اكل اخي يعني انه وجعني بطني اخي بس ما قدرت يعني كثير كان طيب الاكل نووي وانت كيف كان عندك ستراجل هيك كنت حاسس انه في وزن على كتفك من ورا قصه هشام عباس انا حاسس بالباشن تبعك عم يوصلني اخي عن جد يعني انا هاي الاكله انه انا كنت كل عمري انه انا شو دول اكلات شو هذا لا تطعمون من الاكل هيك شاورما كذا طعمون شيء شيء بيتزا شغله طيبه يعني هسه اهلي لما يعملوا مثلا هدول الاكلات تبعوت الخبز هندبي ورشات وما بعرف كذا انه يعني مش شو يعني ما كنت اكله انا عرفت كيف وانا كنا شو نوع انه حشائش هلا يا ويلا جد يا ويلا هلا هلا هون اكله هندبي اخي اكله هندبي يا ويلا هذا هيك تيجي هذا امي كان تجيب الشختوره هيك وكله هيك حشيش اخضر هيك حشيش ايه بتعرف شلون وجيب الخبز ويلا بس يعني انه هلا كثير مشتهي هدول الاكلات خير طلع من بلع الشاورما والبيت تطلع من بلع اخي ما عاد فيني اخي از ذس جروينج اب يعني عشان ذس جروينج اب عشان يا جماعه اعطونا رايكم بالكومنتات يا جماعه يعني انتوا لما كنتوا صغار وبعدين هلا كبرتوا كنتوا بقول لك كنتوا صغرتوا حسيتوا هذا النوعيه برغبه الاكل انه اخي انا ما عاد بدي شيبس وكولا انا بدي هندبي هذا يستوعب علي شو عم بحكي مره اجى خالي لعنا خيو وامي كانت عاملي لسان وطعمت لسان لما كنت صغير انا كنت اتذكرها انه ما طيبه كثير ثقيله طعمتها عرفت شلون وانا قعدنا كلنا على الغداء انا اكلت لقمتين بس لحتى انه تروح يعني سكت جوعتي وخالي اكل 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 بعدين قعدنا على الصالون قلت له امي قالت له بدك قهوه قال لا خلي طعمه لسان تحت براسي وانا طلع قال له شو يعني وانا ما قدرت افهم بس انا هلا خيو صار عمري 27 سنه في حمان تماما شو قصده صرت اشتري حبه طعمه لسان لكم قال اشتريها بالصيدليه تاخذها
عن جد عن جد هذا 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 هو الجروينج اب عن جد. يعني انك تصير تحب هدول الاكلات وتصير تسمع محمد عبده بجوز، يعني شلون هدول الشغلتين اللي سيجنيفايز انك انت صرت اولد. في انا وقاعد مع اهلي كمان سمعت لك كذا كلمات عربيه ما تضيع جداد جداد يعني جداد بالنسبه لك يعني كثير قدام اكثر من قدام صاروا جداد شلون يعني العالم مسكهم they went full circle يعني. فمعلم اول كلمه هي شوله، هي بالجمع انه شو هي واو الجماعه اخر هي شو شولا يشولوا شولنا شولوا شولوا بال شولوا شولوا يعني ايش انت شو معناتها عجد الكلمات ابدا ما بيدلوا يعني ما شو اسمه يا ريتنا لو فاتحين لايف نحن حطوا لنا الكومنتات شو رايكم انت في شولوا عملوا بوز على الفيديو واكتبوا شو شولوا بالكومنت وكفى الفيديو مو شولوا معناته انه حدا كبر باللعبة يا اخي يلعن ابو الدلي اخي يعني ابو الدلي كان بدي اقول لك انه 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 شولوا يعني غلوا الحنطه لا ما انك شام ريحتها لا معناها اخي ما انك شايف ما لا لا غلط كثير هذا الشيء شولوا معناته كبروا بالعمر انه مثلا تذكروا هذول الجماعه ايه شولوا كلهم كبروا يعني صاروا يعني عنجد بعمر ال يعني بعمر الاختياريه ايوه شولوا نايس طيب في كلمه ثانيه هي جبل الطحني او جابت لي الطحني راح اعطيك حاول اعرف شو معناته ايه فكر شوي جبل او جابت لي الطحني ايه طيب بجيب لي مفيدي ايش جابت لي الطحني لا خلينا هجم غير مفيدي انت مساله انت بس ايش جابت لي الطحني اللي مثلا يعني انت بعينك كنت انت بالبيت انت في العمل مثلا في السوق جيب لي مال مفيدي في مغامره مثيره مثلا انت وين اخي جابت لي الطحني طيب والله هل الامر يتعلق بالنساء ام بالرجال تقليديا اثنين يعني شغلي مثلا يعني ما له علاقه مثلا ممكن يقولوا لا ما له علاقه مثلا بالطبخ مثلا بالاكل لا يعني انا تخيلت انه مثلا مثل روبة اللبن يعني شنينة اللبن هي فيها شيء له علاقه بالاكل يمكن عرفت شلون سالت شو معناتها قالوا لي هيك معناتها بالضبط قلت له انه شو كل كلمه منين جاي وكذا قالوا لي ما بيعرف يعني هي كنايه عن قصه يعني هي ما لمع انه ما في شيء اسمه الطحني هو ما بنعرف انا ما بعرف انا سمعتها من اهلي واهلي ما بيعرفوا هني بيعرفوا شو معناتها وكيف بيستخدموها عرفت شلون في كثير كلمات بالعربي هيك بنعرف كيف نستخدمها بس ما بنعرف شو هي عرفت شلون هيك يعني الفكره تبعيتي انه انت مثلا كيف انه واحد جارته بتجيب له الروبي او الشنيني تبعت اللبن كرمال يروي باللبن عرفت كيف؟ فوحده جابت له يعني هيك انا متخيله ايوه انت ماشي بالاتجاه صح معناتها اذا انت معناتها هي اذا هي ما انا بمعنى الشيء هذا وحدا جاب له الطحني يعني مثلا قدم له يد العون مثلا او ساعده كثير سخن انت طيب I am very hot كثير هات يعني تقريبا وصلت يعني ما يعني get that a lot يعني فيك تقول انت تقول انه جابت لي يعني انه حلت لي المشكله يعني خلصت من الاخر يعني. تقريبا get it over with يعني هي انا شو قلت لك اشو جابت لي الطحنه انه اشوف هلقة البعرة يعني ايوه هيك شيء ايوه هي نفسها يعني هلقة البعرة معناته جابت لي الطحني كثير عملت شيء ربحتني مني فيه بقوه يعني عرفت شلون؟ جابت لي الطحني انه شو عملت هالشغله الكبيره هي انه انا تحليلي انه الطحني هو طحنه الحنطه او شيء يعني فانه كانت لها قيمه كبيره من قبل انه طحنطه مطحونه يعني صارت طحين انه حدا بجيب للثاني حنطه هو عمل معروف معه كبير خدمه خدمه كبيره وربحه مني او هيك شيء يعني عرفت شلون؟
يا وي لا ايه والله ايه 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 يعني شا... كثير انه جابت لي انه شو جابت لي الطحني يعني شو اللي فلت لي البعره يعني انت كمان شو يعني بعره البعره هي هي الخري والله فلق البعره يعني شق الخري بالنص اي كيف هذا الشيء انجاز كويس ما بعرف كيف كيف شاء مهم اخر اخر كلمه مشان نخلص من هاي من هاي هاي الفقره هاي الفقره جاي برنامج احنا مسافر عشان اصلا الان اي في جمله بيقول بدك بد مدري شو يحدك مدري بتعرف هاي الجمله لا والله سمعانا هاي بدك بد لا لا هاي انه انه مثلا انا معصب منك انت بتقلي بدي بدي مثلا اذا ام خيو ما بعرف احطها جملة مفيدة خيو انا سيء جدا بحط جملة مفيدة اخي انا اليوم قدراتي اليوم قدراتي اني احط شغلة بجملة مفيدة ما انا انا اخي هاي المهارة اليوم ما بتراجع يعني انت جزء من السؤال تبعه واعطي امثلة على ذلك هذا القسم انت خسران على اي صف كانوا يحطوا لها انه هي حط الجملة يحط اكمل الجملة المفيدة او هيك شيء يمكن كنا بالابتدائي كان بالقراءة او شيء مو اكمل الجملة المفيدة هيك شيء ايه ضعها في جملة مفيدة انه اعرب الكلمة وضعها في جملة مفيدة ايه صح صح يا ولا البد هو الخشب خيو البد هو من زمان كان البيوت خشب خشب عمودي خشب ومن فوق خشب ويعني حطهم بالطين العمود اسمه كان اسمه ساموك واللي نحطه هيك على السقف كان اسمه عرقة والبد هو قطعة خشبية بنحط بمكان ما ما بتذكر شو وين قالوا لي فهو قطعة خشب كتير كبيرة فبدك بد انه بدك هاي القطعة قطعة الخشب كتير كبيرة توقع عليك يعني تفصل انه الله يعاقبك او شيء او انه يعني او انه الشيء اللي حكيته مشان اظهر انه انا الشيء اللي حكيته ما عجبني فأمي بدي مصاري بدك بد مثلا هيك انه ايه تمام إيه بدك علي مثلا شلون ايوه بدك علي انه هاي انه انه البد هذا اللي هو جزء من البيت المعمول بالتراب يوقع عليك تماما عسيرة هاي البيوت التراب بتعرف انت شو يعني الاصل من 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 الرقصات الدبكي انه ليش رقصه الدبكي اللي هي في منها بسوريا وفي منها بالعراق وفي منها بلبنان وفي منها فلسطين يعني بشكل عام ببلاد الشام ليش عندهم هاي الرقصه هي اسمها الدبكي تفضل ليش الاصل الموضوع الدبكي هو عمليه بناء البيوت قبل هذا الحكي قبل المسيحيه يعني من الاف السنين أي. إنه البيوت بهاي المنطقة تبعتنا بيوت مصنوعة من التراب الطين من الطين فشو التقليد اللي كان يصير إنه لما يصير في عرس والزلمة والمرأة بدون يتجوزوا يوم العرس أهل القرية أو المدينة اللي عايشين فيها بيساعدون يبنوا بيت جديد مشان يعيشوا فيه الزوجين فعملية بناء البيت تتطلب إنه ينرص هال بالإجرين أي. هالطين فعملية الرص للطين ضروري ان تكون متزامنه عرفت شلون فما مشي الحال يدق اول بشكل غير متزامن فعملوا مثل طقس ديني بنفس الوقت يرصوا البيت ويعمروه لكن بنفس الوقت يدعوا للخير وللوفره للعروسين واو اوكي تمام فلما يدبكوا هن بيكونوا عم بيرددوا كلمات فيها دعوة للوفرة ولا هيك ولا للخصوبة ويدبكوا يعني بشكل متزامن لحتى ينرص هالطين هذا أغلب الحكي إنه شو كانوا يقولوا بهاي الرقصة يقولوا كلمة دلعونة دلعونة اللي إحنا بنقول دلعونة هي أصلا باللغة يا الآرامي يا السرياني القديمي هي دي والعونة دي يعني القسم الأول اللي هو دي هو يعني أعطينا خز أو أعطينا تمام والعونة هو العون هو العون
كمان باللغه هاي الاراميه او السريانيه ما بعرف شو المصدر تبعها، فيقولوا انه اعطينا العون، يصلوا للالهه او الاله اللي كانوا يعبدوه، انه اعطونا العون، وعلى كلمه دلعونا يدبكوا نفس الوقت لحتى يرصوا الطين. أيوة. يعني اساسا غنيه الدلعونه اللي احنا بنغنيها وطريقه الدبكه كان تراثه جاي من 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 من, من هاي الناحيه، من هاي القصه. حلو. حتى لاحظ انت في عندنا بمنطقتنا بالضيعه لساتهم هلا بيستخدموا كلمه دي، لما حدا بده يعطيك شغله بيقول لك دي. مظبوط صح ولا لا؟ صح 100%. هلا قليل كثير اللي من عمرنا بيقولوها، بس الكبار بيقول لك انه ما بيقول لك خذ، بيقول لك دي. اها دي يعني من جاي من معانا من حدا كبير. بتذكر انا وصغير انا 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 سمعانا كثير من ناس بعرفهم بالضيعه بيقولوا دي، انه يعطينا هي الصدي، بيقول لك دي. فهي جاي من اللغه الاراميه القديمه، انه الاخذ زين. حلو. واو. حتى في رقصه بسموها عندنا بسوريا بالشام رقصه الهوانم، او رقصه الستات او رقصه البنات. تتذكر بباب الحاره لما يحطوا، او بالمسلسلات البيئه الشاميه لما يصوروا لك قعده النسوان حوالين النافورة، يكون في عم بيغنوا وعم بيزقفوا، ويكون في بنتين عم يرقصوا وعم يعملوا هيك. ايه هاي الرقصة الباب الحرام. هاي رقصة. ايوه وعم يروحوا ويجوا، يعني بنتين بيروحوا وبيجوا، بيروحوا وبيجوا. هاي الرقصة كمان مشهورة بمناطقنا، إلى ما اسماء مختلفة، رقصة البنات أو رقصة الهوانم أو رقصة الستات. كمان شو الهدف منه؟ انه هاي المجتمعات القديمه كمان من الاف سنين لما يعملوا، كانوا يعملوا انبيت بمناطقنا المشهور، العنب العنب فيحطوا شو اسمهم هالحبات العنب ضمن وعاء صغير ضيق جرن، فبدون حدا يتحرك فيه ما يكون كبير، فينزلوا فيه بنت صغيره. ايوه تفعس الحبات العنب باجريه، عرفت شلون؟ فصيروا يحطوا بنتين بقلب الجرن يروحوا ويجوا، بحيث انه يلحقوا على كل مناطق الجرن، يمعسوا كل هذا بما يترافق مع غني ودعاء وكذا، لانه النبيت كان مقدس، ويعني ويخلوه كل السنه، يعني يعملوا هذا الطقس مره بالسنه، يعملوا نبيت ويمونوا على كل السنه. صح. وهذا الطقس كمان يغنوا فيه اغاني وصلوات وكذا وهيك. فمنه انعملت هاي الرقصه اللي رقصه البنات، اللي حرفيا بس بنات بيرقصوها لهذا السبب التاريخي. يعني حلو. فحلو انه هدول الشغلات اللي نحن من منطقتنا ومن تراثنا لها سبب تاريخي. حلو. دائما واقعي وكدي لك مرتبط بالحياه الاجتماعيه والاقتصاديه، له هدف. يعني هاي رقصه مش شوي ما انا عشوائي، ما انا شيء عشوائي، يعني هو شيء ناتج. حتى بتلاقي مثلا تفكر ليش معناتها مثلا بالخليج ما عندهم دبكي؟ صح. الخليجيين ما عندهم دبكي، بيمسكوا بايدين بعض وبيعملوا بالسيف، بيعملوا بالسيف انه بيعيشوا بالخيام، ما عندهم بيوت طين، فما في داعي للدبك. ايوه. فطبيعه يعني اذا تفكر فيها، انا ما بعرف اذا هذا السبب، بس حاولت افكر فيها، انه اذا انت إذا السبب عن جد هو بيوت الطين، معناته الناس اللي ما بتعيش ببيوت طين، ببيوت حجر أو بخيام أو بأي شيء، مفروض ما يكون عنده دبكات. فعلا كثير حلو، كثير حلو القصة والله. حلو. أنا كثير بلاقيها ظريفة، يعني معلومة جميلة. أي والله، أو المرار دائما بالمعلومات الجدا مثيرة للاهتمام. أنا برأيي ننهي الحلقة لأنه بدي أقوم أتعشى وأحط راسي ونام. والله حان الوقت، بس والله حلقة اليوم كانت مجاري الأول. أي والله. حلقة شكرا كانت. لكل متابعينا، وشكرا لكل شيء عم يحضرنا اليوم. أكلنا سوا لوبي، غنينا مع هشام عباس، شو دبكنا سوا، شربنا مبي، شو بتون يعني شو بتون أكثر من هيك غنى بالمحتوى؟ أنا بعرف. خلاص أخي، إذا ما بتكون بالمحتوى غني لهالدرجة خلات تتابعونا عن جد. خلاص يا أخي، أنا عندي اقتراح، إذا بتحبوا نحن نحكي عن شيء معين بالكومنت أو مربع، ما مشكلة. نيح شو مربع؟ معين أنت يا زلمة، شباب
اوكي طيب اي راح اصب الاديتنج بس يا ريت مشان ما يعملون لنا انسبسكرايب على اليوتيوب يعملون لنا بان على اليوتيوب اخي يعملون لنا بان اي انه اخي انت عم تجلط العالم اسرع صحي يلا الله حي ابو زوز نشوفكم باي باي تشوس